السلام عليكم. حل تمرين واحد صفحة 67 من درس ضرب وقسمة الأعداد العشرية النسبية لسنة أولى إعدادي. في التمرين عطينا مجموعة من الجداءات، أربعة ديال الجداءات، وخاصنا نحسبوهم. بالنسبة للجداء الأول عندنا فيه 78 في 21. شنو كنلاحظوا على هاد العددين؟ هما عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة. شنو هي الإشارة ديالهم؟ الإشارة مجرد أننا مكنكتبوش الإشارة ديال الناقص، فالإشارة ديال العدد هي زائد. إذن هذا العدد هذا موجب، وتا هذا العدد 21 هو عدد موجب. وشنو كتقول القاعدة بالنسبة للجداء؟ فالجداء عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة، جداء ديالهم هو عدد موجب، ومسافته عن الصفر هي جداء المسافتين. إذن شنو قلنا؟ الإشارة غتكون موجبة، والجداء وغادي نحسب موراها الجداء اللي هو 78 في 21 كتساوي لنا 1638. بالنسبة للعدد الثاني فيه 14.3 في 2.8، نفس الحاجة، جداء عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة وإشارتهما موجبة، أي أن 14.3 هو عدد موجب، و 2.8 كذلك عدد موجب. كنطبقوا نفس القاعدة، الجداء ديالهم هو عدد موجب ومسافته عن الصفر هي جداء المسافتين. يعني خصني ندير 14.3 في 2.8 غتعطينا 40.04. ننتقل للجداء الثالث اللي هو 0.7 في 74، كذلك نفس الحالة، جداء عددين عشريين نسبيين موجب. 0.7 هو عدد موجب، علاش؟ لأن ما شفناش فيه إشارة ناقص. كذلك العدد 74 هو عدد موجب، والقاعدة تقول أن جداء عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة، وفي هذه الحالة هي إشارة موجبة، هو عدد موجب ومسافته عن الصفر، أي الخارج اللي غادي يخرج لنا هو جداء العددين. يعني خصني ندير 0.7 في 74 وتعطينا 51.8. ممكن أنني ما نكتبش هذه الإشارة ديال الزائد، نكتفي فقط بأنني نكتب العدد، نكتب مثلا هنا 1638 وهي أوتوماتيكيا فهو عدد موجب. آخر جداء هو 35 في 6 بنفس الطريقة، جداء عددين عشريين موجبين، 35 هو عدد موجب و6 كذلك عدد موجب، إذا الجداء ديالهم هو عدد موجب، يعني الإشارة ديالو غتكون زائد والخارج هو الجداء ديال العددين 210. هنا ما كتبتش الزائد باش نبين لكم أنني سواء كتبت الزائد أو لا ما كتبتهاش ما كيغير حتى شي حاجة. هاد الكتابة راه بحال هاد الكتابة، وغالبا نكتفي بكتابة الخارج فقط. فاش كيكون موجب نكتفي بكتابة الخارج فقط، لأنه ضمنيا هو عدد موجب، ولكن فاش كيكون سالب كتكون ضروري أنني نكتب الإشارة ديال الناقص. وبهذا نكون سالينا التمرين الأول من درس ضرب وقسمة الأعداد العشرية النسبية لسنة أولى إعدادي. اللي عنده شي سؤال أو استفسار يخلينا في الكومنتات.